هذا اليوم الكبير بالتأكيد في انتظار ركلة البداية وانتهاء المراسم الافتتاحية. تحية لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء. التشكيل الأساسي في مباراة اليوم. بداية أحداث اللقاء. فرصة هجوم معاكس، يبحث عن المهاجم. بحث عن حلول. ولمسة أخرى. كرة طولية إلى الأمام. الكرة على الأطراف. الكرة على الجناح. عرضية داخل. هذه ضربوهم فعلوها ونجحوا في افتتاح التسجيل. توزيعة رائعة داخل منطقة الجزاء، تقريبا سهلت المهمة عليه. تغير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. تغيير اللاعب على الجناح، لاعب العرضية. كرة على الأطراف. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كرة على الجانب. يتدخل بنجاح، يحصل على الكرة. ينطلق بمجهود فردي. يا لها من قوة، يرفض الاستسلام أمام هذا الضغط القوي. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم ويعود بالكرة إلى الوراء. تسديدة أخرى. يلعب اصطدمت الكرة في العارضة. صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. شكر خاص للمهاجمين بعد التوصل إلى التسجيل قبل نهاية الشوط الأول. ثناء كذلك لأداء لاعبي خط الوسط، هم اللي يقدموا الهدايا. إذا سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة.
إلى الأمام. الآن إمكانية المرتدة. يمكن القول أنها كارثة على الفريق. وين هالتمرير الآن؟ يبحث عن المهاجم. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. في انتظار التمرير الآن. تغيير اللعب على الجناح. لمسة في المساحة الخالية. إراءة ممتازة من الدفاع. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر ربما حاضرة. والتسديد. عدت كرة خطيرة جدا خارج المرمى بفارق بسيط. كرة طولية إلى الجناح. والكرة العرضية. يحاول لعب الكرة بالرأس. الكرة ملعوبة من مسافة. تسديدة من أول لمسة. كان على وشك استغلال هذا الخطأ. تقريبا عند خط التماس. يمر ويلعب كرة بينية. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. ها هي صافرة النهاية. يمكن اعتبار هذا نصر للمدافعين الذين حافظوا على تركيزهم طوال 90 دقيقة. أعتقد أن الكثير من اللاعبين سيصابون بالإرهاق بعد تلك المباراة، لكن رغبة الفوز هي اللي غيرت الكثير من الأشياء، جعلتهم يتفوقون على التعب والإرهاق وعلى الضغط البدني والعصبي في هذه المباراة. هكذا تنتهي مباراة الليلة، ونشكركم على حسن المتابعة. نلتقيكم في مباريات قادمة. ابقوا أوفياء للعبتنا الجميلة.